لك ينضم إلينا الآن مشاهدينا من القاهرة المندوب الدائم لفلسطين في الجامعة العربية سيد مهند العكلوك. أهلا وسهلا بك سيد مهند. هل هناك من تحركات فورية على مستوى الجامعة العربية تجري الآن لوقف إسرائيل عن المضي في عدوان شامل ضد قطاع غزة؟ نعم، أهلا وسهلا أختي العزيزة. أولا أترحم على شهداء الشعب الفلسطيني والشفاء للجرحى والحرية الأسرى والخزي والعار لجيش الاحتلال، جيش الأبرتايد، جيش الفصل العنصري الوحشي. قبل قليل عقدنا اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وتداولنا حول ما يمكن عمله لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، واتفقنا على بعض النقاط، وتم تكليف بعثات جامعة الدول العربية حول العالم وفي المنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. لو تطلعنا على بعض هذه النقاط سيد العكلوك، ما الذي تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع؟ نعم أختي العزيزة، نحن أمام مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى حماية الشعب الفلسطيني، والمسألة الثانية المساءلة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيلية. في مسألة الحماية كان هناك مطالبة للأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ القيام بدوره لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحماية الشعب الفلسطيني من خلال إيجاد آليات حقيقية مناسبة لحماية الشعب الفلسطيني، مثل إرسال بعثة حفظ سلام أو تفعيل مكاتب وبعثات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوسيع مهامهم ليشمل المراقبة والحماية، أو دراسة دولة طرف ثالث لتقوم بالحماية للشعب الفلسطيني. أيضا في إطار المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين كان هناك توجه مباشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يباشر وينجز التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عامين من اليوم. طالبنا الجميع بالتوقف عن المعايير المزدوجة، يعني لا أن تكون نشيطة المحكمة الجنائية الدولية في أزمات وحروب أخرى، وأن تكون كسولة وفاقدة الحيلة في القضية الفلسطينية. طيب سيد مهند، اسمح لي. هذه كلها نقاط مهمة ومفيدة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، سواء في القدس، في الضفة، في قطاع أو في قطاع غزة. ولكن سؤالي كان عن التحركات أو يعني الخطوات الفورية التي من الواجب أن تتخذوها في الجامعة العربية من أجل وقف في التصعيد. الآن القصف الإسرائيلي بدأ، نتنياهو يعني يعد أو يتوعد بحملة قاسية ضد قطاع غزة، ونحن نعلم في كل حرب يسقط مئات الشهداء سواء من النساء والأطفال أو حتى يعني من المواطنين العاديين في قطاع غزة نتيجة هذا العدوان. ما الذي ستقومون به فوريا لوقف هذا العدوان اليوم؟ نعم أختي العزيزة، لدى جامعة الدول العربية آليات دبلوماسية فقط للقيام بها، منها لديها أكثر من 22 بعثة حول العالم تم تكليفهم اليوم بنقل هذه المطالبات من فورهم من الآن إلى العواصم والمنظمات الدولية والإقليمية التي يعملون بها. نحن أيضا طالبنا بالأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع الجيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال ومهاجمي المدارس. كان الجامعة العربية أيضا من تعهد الدول الأعضاء بأن يبدأوا بحملة اتصالات على مستوى ثنائي وعلى مستوى رسائل وعلى مستوى لقاءات من خلال العواصم لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين العزل. يعني أيضا نعلم بأن هناك جهود وساطة مصرية تنشط في كل مرة يعني يبدأ فيها أو يعني يصل فيها التصعيد بين الطرفين إلى هذا الحد. هل هناك من معلومات من المندوب المصري حول يعني خطوات الوساطة المصرية حتى الآن؟ نعم أختي العزيزة، مصر في كل مرة
يقع فيها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تتحرك من خلال دالتها في الإقليم وفي المجتمع الدولي لجهود وقف إطلاق النار وحكم الدماء للشعب الفلسطيني. نحن لسنا على قدم المساواة بين الضحية وبين القاتل المجرم، مطلوب مساءلة المجرم وإنصاف الضحية. في أي جهود الوساطة يقوم بها أي جهة، نحن نرحب بقيام جمهورية مصر العربية بالتحرك الفوري لحقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف هذا العدوان في كل مكان، سواء في قطاع غزة أو في القدس أو في نابلس أو طول كرم أو أريحة المحاصرة أو جنين، لإنصاف الضحية ومعاقبة المحتل الإسرائيلي المجرم. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، شكرا لك على هذه